السلام عليكم ورحمة الله. تشتاقك الأحداق يا وطن الهوى، إنا لتربك ها هنا عشاق، للزيت للزيتون للأقصى، لمن عشق الكرامة والهوى أنساق. إليكم حراس الكرامة ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، نبرق إليكم بالمحبة المتواصلة. حيهلا بكم معنا في ليلة جديدة وبرنامج تتجدد فعالياته ضمن برنامجكم اليومي الألوان السبعة، طاقة الهيدروجين والحياة الخاصة داخل القصور، محوران نتناولهما هذه الليلة. نبدأ بعد الفاصل. لمع نجم العلم في تركيا مجددا، التطور العلمي والتكنولوجي بدأ يفتح صفحات عز مشرقة. الوكالة الوحيدة في تركيا لتقنيات الهيدروجين، عنوان جديد من عناوين الارتقاء بعد قليل. حياة حافلة بالعطاء، وحياة مخبوءة في ثنايا الزمان. الحياة داخل القصور، طبيعتها، نكهتها، فلسفتها، بعد قليل في الألوان السبعة. ماذا لو نفد النفط والغاز والفحم الطبيعي؟ تتنافس دول العالم اليوم على تأمين موارد بديلة للطاقة من أجل تأمين نفسها في حال وجود احتماليات وآفاق سلبية ربما تتحقق على واقع الأرض وتترجم من خلال الاستثمار السيء لموارد الطاقة الموجودة. هذه الآفاق تكنولوجيا ومن خلال الدراسات والأبحاث والواقع الحالي المعاش نتشرف بمناقشتها من خلال استضافة مختص مبدع وازن، هو الأستاذ مصطفى خطيب أوغلو، يعني رئيس وكالة دولية في تركيا هنا تابعة للأمم المتحدة، وكالة يونيدو، رئيس وكالة تقنية الهيدروجين في تركيا. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم على برنامجنا ألوان السبعة، ونبدأ بفاصل قصير نتابع من خلاله تقنية الهيدروجين في تركيا ليكون مدخلا لنا مشاهدينا الأكارم للحديث مع ضيفنا العزيز. يعيش العالم في موجة جديدة مجهولة من البحث عن مصادر الطاقة، بدأت في السبعينيات ولا يعرف متى تنتهي في القرن 21. نوع الطاقة المؤثر في هذه الموجة الجديدة هو الهيدروجين، إذ أنه وقود ينتج كمية كبيرة من الطاقة، كما أنه أقل نوع طاقة ضررا بالبيئة. تمتد فكرة استخدام الهيدروجين كوقود إلى أول عقود القرن العشرين، أما محاولات تحقيق هذه الفكرة فقد بدأت بعدها 150 سنة، حيث أن الهيدروجين لم يكن يتلقى الاهتمام الكافي كناقل للطاقة في السبعينيات. كما أن مؤتمر ميامي للطاقة في اقتصاد الهيدروجين الذي تم تنظيمه في الولايات المتحدة عام 1974 من قبل معهد الطاقة النظيفة لجامعة ميامي مهم للغاية، كونه يمثل بداية انتشار هذه الموضوعات واستخدام طاقة الهيدروجين. فمن خلال هذا الاجتماع تم تأسيس الاتحاد الدولي لطاقة الهيدروجين. اليوم يتواجد في العالم غير هذه المنظمة التي ذكرناها نحو 10 منظمات لطاقة الهيدروجين في مختلف البلدان. والشخص الرائد في طاقة الهيدروجين على مستوى العالم هو الأستاذ الدكتور نجاة وزير أوغلو. كما أن أول طائرة تم استخدام الهيدروجين فيها كوقود كان في الولايات المتحدة في عام 1956، كذلك إن أول طائرة أقلعت بالهيدروجين للاتحاد السوفيتي كان قد تم إنتاجها عام 1988. فالبلدان المتقدمة مثل ألمانيا واليابان لها مشاريع عدة في هذا الموضوع. واليوم يتم استخدام الهيدروجين في المكوك الفضائي وصواريخ استكشاف الفضاء، كما تم إنتاج محركات مختلفة تعمل بالهيدروجين خلال 15 سنة الماضية، وكذلك تم تعديل هذه المحركات لتستخدم في السيارات والحافلات.
تراكم الهيدروجين بشكل كيميائي في قاعدة البحر الأسود وعلى طول الخط الساحلي الطويل يمثل فرصة كبيرة لتركيا من ناحية إنتاج الهيدروجين. تهدف وزارة الطاقة الأمريكية لاستخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة يلبي 10% من استهلاكها في عام 2025، فبالتالي الهدف هو تقليل الاعتماد على النفط. المركز الدولي لتكنولوجيا الطاقة الهيدروجينية، وهو الوحيد في العالم، قد تم تأسيسه في إسطنبول بعد اتفاق تم توقيعه بين وزارة الطاقة التركية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك في عام 2003، إذ أنه يجري العديد من المشاريع الرائدة والعلمية داخل البلاد وخارجها بهدف انتشار تكنولوجيا الطاقة الهيدروجينية في الدول النامية. نعم الدكتور مصطفى خطيب، نجدد ترحيبنا بحضرتك معنا. في عام 1974 في جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية عقد مؤتمر من أجل تفعيل ثقافة استثمار طاقة الهيدروجين. متى وصلت هذه الثقافة إلى تركيا؟ إن استخدام الهيدروجين وهذا الموضوع في تركيا وبدايته يعود إلى بداية التسعينات، إلا أن التحقيق لم يبدأ في هذا الأمر ولم يتحقق الاستخدام الفعلي والرسمي إلا في عام 2003 تقريبا، وكان هناك معهد لهذه الدراسات أسس في هذا التاريخ، واتخذت الحكومة التركية القرار المناسب والمتعلق باستخدام الهيدروجين، وبعد اتخاذ القرار وإنشاء هذه المؤسسة عمل نعم. بهذا الأمر. مؤسستكم يونيدو يعني التي تديرونها يعني دكتور مصطفى يعني أسست بتعاون ما بين الحكومة التركية وأيضا الأمم المتحدة من خلال القناة المختصة وهي القناة الاقتصادية واستثمار الطاقات الاقتصادية الموجودة في الأمم المتحدة. نتحدث عن عام 2003 هذا الافتتاح، ما هي مشروعاتكم؟ ماذا تقدمون؟ ما هي آفاقكم وأهدافكم؟ في عام 2003 افتتح هذا المركز، ورسالة هذا المركز كما بوين في تقريركم وخاصة في الدول المتطورة أو دول العالم الثالث، نحن نريد أن نوسع استخدام هذه الطاقة واستخدام هذه التكنولوجيا ونحاول توسيع دائرة العمل وندعم كل المشاريع حول هذه الأمور، ونرتب في ذلك الاجتماعات والمحاضرات والمؤتمرات المتعلقة بهذا الموضوع. في عام 2004 بدأ التنفيذ الكثير من القرارات المتخذة سابقا. الآن بإمكاننا أن يقول يوجد هناك 30 شخص يعملون. طبعا نحن نتبع وزارة الطاقة، ويوجد لنا ميزانية حوالي 40 مليون دولار، وهذه الطاقة الآن مستخدمة وإلى في حد نطاق ضيق إلى حد ما. نعم دكتور مصطفى، معروف أن طاقة الهيدروجين ليس لها آثار سلبية على البيئة، لكن استثمار هذه الطاقة البديلة في الواقع العام، يعني أقصد في جوانب الحياة العامة، ليس ملموسا. يعني نحن نتحدث أن أمريكا تخطط لاستثمارها استراتيجيا في عام 2025 لتصل نسبة 10%. لماذا هذا التأخر في استثمار طاقة الهيدروجين؟ الهيدروجين أولا تكنولوجيا جديدة، وما هي خصائص الهيدروجين؟ يجب أن نتحدث هذا الأمر. إنه ليس طاقة موجودة في الهواء الطلق وفي مكان عام، وإنما تأتي إلى الطاقة تستطيع أن تحصل عليها من خلال ميكانيزم معينة، تكنولوجيا معينة. إلا أن الهيدروجين هي طاقة حاملة بإمكانك أن تنتجها من الغاز الطبيعي أو من الأمور التي تبعث الغازات بإمكانك أن تنتج طبعا، وينتج أيضا من الماء بالعمل بالطاقة الكهربائية. طبعا هذه طاقة جديدة تدخل إلى الأسواق أو تعمل بها الكثير من المؤسسات،
طبعا نحن نريد أن ننتج طاقة هيدروجين صديقة للبيئة لا تؤذي البيئة. هناك الأمواج طبعا بإمكاننا أن نستخدم بعض هذه الطاقات الطبيعية، ونريد أيضا تخزين الكثير من، ويوجد هناك طرق للتخزين معروفة لدى أهل الفن والمعرفة في هذا الخصوص. اسمح لي أن أقاطعك في هذا الاتجاه، نحن نتحدث الآن عن طاقة مهمة جدا، طاقة يمكن لها أن تؤمن مصدر بديل للطاقة المستخدمة، الطاقة التي بدأت تنفذ الآن من الأسواق النفط وغيرها، أو حتى ستنفذ في العشر سنوات القادمة. ماذا يعني امتلاك تركيا لمثل هذه الطاقة من خلال مؤسستكم اليونيدو، أو حتى من خلال المؤسسات التي بدأت تثري واقع وثقافة استخدام طاقة الهيدروجين؟ نعم، يوجد هناك مشاكل في العالم الذي نعيش فيه، وخاصة في قضايا البيئة. الآن يجب أن لا نرفع درجة الحرارة أكثر من درجتين، وإذا ارتفعت فإنه سيخلو توازن العالم. فلهذا السبب يجب أن نبحث عن مصادر جديدة للطاقة، ويجب أن نستخدم الهيدروجين بشكل مكثف ضمن هذا الإطار، لأن الشمس ليست موجودة دائما، والكثير من مصادر الطاقة ربما لا تتوفر في كل لحظة، فيجب أن نبدأ بالتخزين. فالهيدروجين هنا تأتي أهميته، ومن أجل وخاصة في قطاع المواصلات، واستخدامات الهيدروجين أيضا محصورة في قطاعات معينة على رأسها طبعا قطاع المواصلات. وبحسب الاتفاقيات المتوفرة لدينا، فإن الكثير من الشركات الكبيرة من خلال التوقيع ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، ابتداء من عام 2005 سنشاهد مئات السيارات أو مئات الوسائل النقل التي تستخدم هذه الطاقة. طبعا نحن الآن نعمل على إيجاد هذه الطاقة بطريقة لا تكون مكلفة أو أكثر من أو أقل كلفة من الطاقة الموجودة الآن. الآن نريد أن نحاول تقليص هذه الكلفة. نعم، هو المصدر ربما تكلفته لا شيء، يعني مجاني، إلا أننا التقنية هي المهمة، وأيضا من خلال تركيبات في الهواء بالإضافة مع الكهرباء والماء بإمكاننا أن نصل أيضا إلى طاقة نظيفة، وبإمكاننا أن نصل إلى هذه الطاقة النظيفة. إذا استطعنا أن نصل إلى الهيدروجين أيضا النقي المتعدد الاستخدامات. دكتور مصطفى، البعض يقرأ أن امتلاك طاقة مثل طاقة الهيدروجين المستخدمة أصلا في المكوك الفضائي والصواريخ، يعني العابرة للقارات ولها استخداماتها، كما تفضلتم في قطاع المواصلات الطائرات وغيرها من أمور، يعني امتلاك قوة حقيقية، يعني نهضة فعلية في الواقع العام مع تخفيض الموازنات العامة. هل هذه القراءة صحيحة؟ نعم، لا شك في ذلك. الهيدروجين يوجد له العديد من الخصائص، يعني الآن تكلفة الهيدروجين أو طاقة قوة الهيدروجين هو ثلاثة، يعني بمعادل مع البنزين هو ثلاثة أضعاف. القوة التي تحصل عليها في الهيدروجين قوية جدا، إلا أننا أثناء حصولنا على الهيدروجين نمر أيضا بعدة مراحل. في نهاية المطاف نأخذ الهيدروجين، هذا الهيدروجين النقي النظيف الذي يكون في نهاية المطاف صديقا للبيئة. مثلا بإمكاننا أن نستخدم أنابيب الغاز أو أنابيب كأنابيب الغاز، بإمكاننا أننا نستخدم الكثير من الطاقة دون عناء كبير، ويكون التلوث شبه معدوم في ضمن هذا الإطار. إلا أن الهيدروجين كما قلت يجب أن نعمل على إنتاجه، فإن المهم الإنتاج، يعني لا شك أنه سيكون لدينا مفاعلات نووية في الأيام القادمة والتي ستستخدم الطاقة الحرارية،
وبذلك سنصل إلى تكلفة أقل في قضايا الطاقة الهيدروجينية. وإذا نظرنا أيضا إلى أسعار البنزين مقابل الهيدروجين الآن وإنتاج الهيدروجين بإمكان الآن بالنسبة لتركيا بإمكاننا أن يقول الأسعار أصبحت متقاربة، إلا أننا بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لبعض الدول لا نستطيع أن نقول أن سعر البنزين أصبح ينافس سعر الهيدروجين، لا زال سعر الهيدروجين غاليا جدا مقابل البنزين، إلا أننا في الخمس سنوات القادمة سنشهد انخفاض 40%. يعني أنت أعطيتنا حضرة الدكتور ملاحظات كثيرة جدا، يعني هذه الملاحظات القيمة والتي من حقها يعني من شأنها أن تحقق نهضة حقيقية في الواقع، أين مستقبل تركيا في هذا الجانب؟ خططكم الاستراتيجية في هذا الاتجاه في تفعيل هذا المستوى؟ استخدام الهيدروجين واستخدام هذه التكنولوجيا بشكل سريع في العالم، إن الشركات الأجنبية أو الشركات المنتجة للمواصلات إذا استطاعت أن تدخل الأسواق العالمية بشكل كبير، المشكلة أن أيضا هناك مشكلة في الشحن السيارات، ولا تستطيع أيضا يعني يجب أن تشحن السيارة كل ساعة 7 ساعات ونصف في إطار استخدام الطاقة الهيدروجينية، ولا تستطيع أن تسرع السرعة المطلوبة. نحن في تركيا يوجد لدينا عدد من الدراسات حول هذه الأمور، ويوجد في تركيا مراكز دراسات متخصصة حول هذا الأمر، ويوجد لدينا مراكز دراسات ومراكز أبحاث تعمل وتبحث بشكل حثيث حول هذه الأمور، ويوجد لدينا في الجامعات أيضا لدينا عدد من المشاريع، ويوجد لدينا أيضا إنتاج أو نحاول إنتاج أيضا الكثير من المحركات التي تكون تعمل على الطاقة الهيدروجينية، ويوجد لدينا أيضا عددا من المشاريع التي سننتهي منها في نهاية هذا العام، وهو كيف أن نعمل على باصات نقل عام تعمل على هذه الطاقة، وسينتهي هذا المشروع في نهاية هذا العام إن شاء الله، وستكون أيضا سيكون مشروعا جميلا وعظيما. ويوجد أيضا يوجد لدينا عدد من المشاريع أيضا الكثير من النقل البحري أيضا الذي سنعمل عليه من خلال، وأيضا يوجد لدينا محطات، نحاول أن نكون محطات أيضا ضمن هذا الإطار، سواء كان في منطقة الخليج القرن الذهبي، وأيضا العديد من المواصلات البحرية التي ستعمل كذلك على الطاقة البحرية. ويوجد كذلك أيضا من المشاريع المهمة التي نعمل على تأسيسها ضمن هذا الإطار كذلك، واستطعنا أن نحصل على الكثير من الأمور كذلك ضمن هذا الإطار. ما مستوى التقنية يعني أستاذنا الكريم، إذا تحدثنا عن مستوى التقنية، هل يمكن لتركيا أن تحقق قفزة نوعية في هذا الجانب؟ هل يمكن لها يعني أن تختزل الزمن في قضية يعني بناء هذه المشروعات العملاقة التي تتحدث عنها في قطاع المواصلات، في قطاع بناء الذات، يعني وأين مستقبل البحر الأسود الذي هو غني بهذه العناصر؟ يعني في يوجد هناك مصادر الطاقة للهيدروجين في قاع البحر الأسود، بحسب بعض البحوث لم تكن موجودة، إلا أننا من خلال بعض الدراسات استطعنا أن نوجد الخطوط العريضة لهذا الأمر. يجب علينا عملية البحث والتنقيب، ويجب علينا أيضا عملية التنقية للوصول إلى هذا المصدر. طبعا إذا استطعت حقيقة أن تقيم المفاعل النووي فمن خلال الطاقة الحرارية بإمكانك أن تستطيع الوصول إلى هذه الطاقة. نعم. هذه طاقة مهمة. دكتور مصطفى، يعني هذه الطاقة يعني ذات الأهمية الحقيقية التي تفضلتم بها، من خلال قراءتكم لوجوهها علميا، هل لديكم من خلال مؤسسة يونيدو التي ترأسونها، هل لديكم علاقات شراكة، هل لديكم علاقات بحثية مع جامعات، مؤسسات بحثية، مؤسسات حتى تثري الواقع الموجود عندكم علميا وتقدم لكم دراسات ورؤى ربما تفتح آفاق جديدة أمامكم في هذا الاتجاه؟
يوجد كما قلت الكثير من المشاريع ضمن إطارات الإطار البحث العلمي، سواء كان من خلال الجامعات ومن خلال بعض الدراسات، وأيضا يوجد هناك دعم من القطاع الخاص. ودخول القطاع الخاص يعني كثير من الأبحاث والدراسات لا تستطيع أن تبدأ أن تتواصل فيها وتضمن لها الاستمرارية إلا من خلال التضامن والعمل مع القطاع الخاص. القطاع الخاص الذي يقوم الآن بالإنتاج هو الذي يتحالف عمليا مع بعض مراكز الدراسات من أجل ضمان الاستمرارية. نحن الكثير من المشاريع التي نقوم بها أو الأبحاث التي نقوم بها، هناك ربما يكون تحالف لبعض مراكز الدراسات من أجل أن يحصلوا يعني على بعد هذه الأفاق التي فتحتها. عذرنا يعني للمقاطعة، ولكن الدكتور مصطفى خطيب أولو رئيس وكالة يونيدو، وكالة تقنية الهيدروجين في تركيا، نشكرك جدا على كونك معنا وعلى هذه الفضاءات والأفاق التي فتحتها معنا، وندعوك مع مشاهدينا الأكارم إلى متابعة رسم كاريكاتوري يعبر عن هذا القسم من الحلقة، نتابعه سويا بلا تعليق. ولا زالت دنيا المعارض ممتدة في إسطنبول تقرع أبواب التنوع الحقيقي، التنوع البناء، التنوع الفكري والمعرفي. بين يدينا الآن معرض مميز، العالم العربي والإسلامي في عيون الكاميرا، نتابعه سويا. جدران صاملة علقت عليها صور فوتوغرافية تحمل معاني كثيرة وتحكي حكايات وحكايات. نتواجد اليوم في هذا المعرض الذي يحمل شعار العالم الإسلامي بين الخيال والحقيقة. هذا المعرض يحتضنه المركز الثقافي التابع لقنصلية جمهورية اليونان، ويساهم فيه الرسام والفوتوغرافي التركي ألب إسين، أي العالم الإسلامي العربي بعدسات تركية. اليوم نأخذكم إلى معرض تتواجد فيه وجوه مألوفة جدا، معرض العالم الإسلامي بعيون الكاميرا، مشروع يتناول هوية وشخصية العالم الإسلامي في الشرق الأوسط بطريقة فنية. يحظى زائر المعرض بفرصة مشاهدة مقاطع حقيقية وأخرى خيالية في حوار ممتع. يضم المعرض أعمال مصورين متميزين، حيث يفتح كل فنان لعشاقه آفاقاً جديدة ومختلفة. فعلى سبيل المثال، صور الفنانة ستيفاني ميزارا تعرض النواحي الغير مرئية من الحياة اليومية لهجرة اللاجئين من العراق إلى سوريا، ومكان استراحة في الصحراء بين بالميرا ودمشق. أما بيير جورجيو لوماسكولو فيحمل الزائرين إلى لبنان. أسماء لامعة في عالم التصوير الفوتوغرافي مثل أنيتيا أندريزيجيوسكا، كوستاس أورودوليس، ألب سيما، ديمتريس ميهالاكيس أضفت على المعرض تنوعاً مميزاً بصورها وأعمالها. المعرض الذي يحمل اسم العالم الإسلامي بعيون الكاميرا بين الحقيقة والخيال يستمر في استقبال الزائرين في بيولو بإسطنبول حتى 10 من شهر نيسان أبريل المقبل. كنت معنا في رحاب مجموعة من الصور الفوتوغرافية لمختلف البلدان العربية والإسلامية والتي تجسد المرافق الحياتية في هذه البلدان بعدسة الرسام والفوتوغرافي التركي ألب إسين.
تتميز كل مدينة ومحافظة في تركيا بنوع خاص من الحيوانات يتم تربيته في تلك البيئة. من بوابة الثقافة نلج الليلة إلى محافظة كانغال لنقدم نوعا خاصا من الكلاب يتميز بالقوة وأيضا هو رمز للوفاء. إلى محافظة كانغال. تتميز كل من محافظات تركيا ببعض الخاصيات تقريبا، حيث إن بعض مدننا اشتهر بغذائه والبعض بآثاره التاريخية والبعض الآخر بحيواناته. فعلى سبيل المثال مدينة فان معروفة بقطة فان، أما مدينة سيفاس فهي معروفة بكلاب كانغال، حتى أن هذا الحيوان سميت باسمه محافظة من محافظات سيفاس. إن كانغال محافظة أصلية وجميلة في مدينة سيفاس. هناك بعض الآراء عن أصل كلاب كانغال يمكن أن نعتبرها روايات، إلا أنه تم القبول بأن كلاب كانغال جنس كلاب أتى من تركستان إلى الأناضول عند الهجرات التركية الكبيرة، وذلك في بيان ختامي للندوة العالمية الأولى لكلاب كانغال التي نظمت عام 2003. كما أن الرحالة التركية المشهور أولياء تشلبي تحدث في كتاب رحلته عن كلاب كانغال، فيقول أن هذه الكلاب قوية مثل الأسد وضخمة، كما يتحدث أن كلاب كانغال كانت تستخدم في عهد الدولة العثمانية في الشؤون العسكرية والحروب من قبل الانكشاريين. وكلاب كانغال غالبا ما استخدمت ككلاب للرعي تحمي قطيع الغنم من كل مفترس. وأبرز خاصية لكلاب كانغال هو الإخلاص لصاحبها، ومنطلقا من ذلك غريزتها القوية في حماية كل شيء تفكر أنه لصاحبها. لهذا السبب إنها تقاتل بشكل جيد جدا ولا تشكل أي خطر لأفراد الأسرة، لا سيما للأولاد، كما أنها حارس مؤثر وفعال ضد الحيوانات المفترسة مثل الذئب وابن آوى. ميزة كلب الكانغال أنه يحمي القطيع من الذئاب والخنازير والحيوانات المفترسة. كلب الكانغال هو كلب الراعي، وهو صديق مخلص لصاحبه، ويستطيع معرفة إذا كان الإنسان مقابله حسناً أم سيئاً. يتم أخذ تدابير مختلفة لحماية كلاب كانغال، حيث إنها اليوم في حماية خاصة من قبل الدولة، حيث بات تنقلها داخل البلاد يتم بإذن للحفاظ عليها من الانقراض أو التعدي. حياة حافلة بالعطاء وحياة مخبوءة في ثنايا الزمان. الحياة داخل القصور طبيعتها نكهتها فلسفتها، بعد قليل في الألوان السبعة. ومن كانغال في محافظة سيواس إلى فاصل قصير ندعوكم من خلاله مشاهدينا الأكارم للبقاء معنا بجولتنا الثانية. تفضلوا بالبقاء معنا. ربما تغير الزمان أو ملامح الإنسان، ولكن في تركيا لا زالت نداءات الحق والقوة تصدح،
نحملكم في فضاء الثقافة والمعرفة لهذه الليلة إلى الجوقة العسكرية العثمانية التي لا تزال فاعلة تصدح بالقوة وأناشيد تلهب القلوب وتحفز الهمة. المهتار تكمي وهذا التقرير المصور. لم تخسر السلطنة العثمانية صورتها وهيبتها بغروب شمس دولتها. العديد من المؤسسات والهيئات والمجموعات ما زالت تفوح بعبق التاريخ. فرقة الأوركسترا العسكرية للجيش العثماني أو مهتران برلين رمز لقوة وعزة وهيبة الخلافة. تعتبر المهتار أول وأقدم الفرق الموسيقية العسكرية التركية، كانت عنصراً لا غنى عنه في أساليب الحروب التركية منذ عهد دولة الهون. كانت مهمتها إصدار أصوات من خلال الموسيقى تشبه صوت الرعد وتصل إلى مسامع العدو، تنطلق من بعيد وتقترب شيئاً فشيئاً، فيحبط حماسهم وتخور قواهم وتضعف عزائمهم ويميلون للاستسلام، فتنتهي الحرب بأسرع ما يمكن وتحقن الدماء. نجد المهتار التي تعتبر من أقدم الفرق الموسيقية العسكرية، حيث وردت فيها باسم كوبورغا وطوب، وفي أقدم معجم للغة التركية كتب في القرن 11 الميلادي، وهو ديوان اللغات التركية. وردت كلمة طوب بمعنى فرقة موسيقية مهمتها عرض الموسيقى أمام السلطان. للمهتار ثلاثة رموز مهمة، أولها أطاء أو خيمة مشيدة، وهي المكان المؤقت لمكوث السلطان أو القائد، وهذا من علامات الحرب لأن الأوطاء تنصب في الحروب فقط. الثاني كوس السلطان، وهو الطبل الكبير الذي يكون دائما أمام الأوطاء السلطاني وهو خاص به وحده. الثالث المهتار السلطاني، عبارة عن فرقة موسيقية تقوم بعرض موسيقي تحت العلم وأمام الأوطاء لتشجع الجنود. العلم والمهتار معلمان مهمان للغاية في الدولة التركية ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض. وقد تحدث الرحالة الكبير أولياء تشلبي في كتبه عن أهمية المهتار في الدولة العثمانية، وذكر أنه كان هناك جدل قائم حول أسبقية كبير المهتار أو كبير المهندسين المعماريين، ثم انتهى الجدل وقت ذاك بتقديم كبير المهتار. كان للمهتار تأثير كبير على كثير من الموسيقيين الغربيين، حيث ألف الموسيقي الشهير موزارت مقطوعته الموسيقية نشيد الأتراك أو البيانو سوناتا رقم 11 متأثرا بها، كما ألف بيتهوفن الجزء الأخير من سيمفونيته الكبيرة باقتباس من النشيد الحربي لفرقة المهتار. أما الموسيقي الألماني الآخر فاغنر فقد أعرب عن إعجابه الكبير بالمهتار في حفل موسيقي لها، وعبر عن ذلك قائلا: هذه هي الموسيقى. دون أن ننسى أن فرقة المهتار كانت رائدة في تكوين الفرق الموسيقية لجيوش كثير من البلدان. أما في أيامنا هذه فقد صارت المهتار تزاول عملها في بنية المتحف العسكري، وقد لوحظ في السنوات الأخيرة ازدياد اهتمام البلديات بهذا النوع من الفرق، وصارت الحفلات الموسيقية لفرق المهتار مصدر جذب لكثير من السائحين. على هدير أصواتهم كانت تشحذ الهمم، وأمام تكبيراتهم كانت تهزم الأمم، وما زالوا حتى يومنا رمز العزة والشمم. وبشر المؤمنين كم تشتاق الآذان لهذه المعاني وهذا النغم. لبرنامج الألوان السبعة سعيد الحاج، إسطنبول. ولازلنا في فضاء القوة والتاريخ. إمبراطورية عاشت
على مدار أكثر من 600 عام، تناولتها الكتب والأبحاث والمصنفات العلمية والأدبية بشيء من التفصيل، ولكن كان هناك جانب مغيب عن الدراسات والأبحاث، إنه جانب الحياة الخاصة داخل القصور، أسوار حملت كثيرا من القيم والمعاني المخبوءة عن العامة. في برنامجنا في الألوان السبعة كما عودناكم نطرق أبواب الثقافة، وهذه الليلة سنفتح أبواب القصور لنتعلم كيف كانت الحياة تسير فيها. هل نأخذها حقيقة من السينما والأفلام أم نأخذها من أفواه الباحثين والمختصين؟ ضيفنا العزيز لهذه الليلة كاتب كتب أكثر من 40 كتابا، وهو كاتب وسيناريست وأيضا صاحب أفق في هذا المجال، الكاتب والصحفي التركي ياوز بهادر أوغلو. أهلا وسهلا بك معنا على شاشة الألوان السبعة. مرحبا يا فندم. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، هذه التحية تدفعنا لنعرض أمامكم الحياة داخل القصور في تقرير مصور، نبدأ بعده حديثنا مع ضيفنا العزيز، نتابع سويا. بعمرها الممتد لأكثر من 600 عام، تعتبر الدولة العثمانية إحدى أهم الإمبراطوريات على مر التاريخ، ولكن أحد أبرز عوامل أهميتها أنها الإمبراطورية الوحيدة التي استمرت طوال هذه الأعوام 600 من عائلة واحدة. كانت الحياة في قصور الدولة العثمانية ولا تزال مثار اهتمام الباحثين المحليين والأجانب، لا سيما قسم النساء فيها، ورغم أنهم لا يعرفون الكثير عن حياة النساء في تلك القصور، إلا أن الرسامين والسائحين الغربيين وضعوها ضمن أبرز المواضيع التي تناولوها. لا زالت الحياة في القصور حتى يومنا هذا إحدى أكثر الموضوعات المثيرة للفضول، لذلك فإن المسلسلات التي تعرض لحياة القصور غالباً ما تحقق نسب مشاهدة عالية. حسناً، كيف كانت الحياة على حقيقتها في القصور العثمانية؟ كيف كان الناس يدخلون إلى القصور؟ وأي نوع من التعليم كان الأمراء يتلقون؟ لمن كان يسمح بدخول قسم النساء؟ سنتكلم عن هذه المواضيع مع الأستاذ ياوز بهادر أوغلو الذي كتب في هذه المواضيع وغيرها ليحبب الأجيال الجديدة بتاريخها القديم. ياوز بهادر أوغلو أحد أكثر الكتاب إنتاجاً وكتابة للكتب والروايات، وكتبه ضمن الكتب الأكثر مطالعة، وهو معروف أيضاً بمحاضراته التي يلقيها والمؤتمرات التي يشارك فيها في تركيا وخارجها. أما كتابه الذي نشره أخيراً بعنوان سليمان العظيم فيلقي الضوء على أهم فترات الإمبراطورية العثمانية. نعم الأستاذ ياوز، نجدد ترحيبنا بحضرتك ونسألك مباشرة، من الذي كان يسكن داخل القصر؟ أولا القصر هو بيت السلطان، بيت زوجته، بيت بناته، وبيت أولاده من ولاة العهد، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهناك الحرم والأندرون والبيرون. البيرون هو القسم الخارجي للقصر ولا يهمنا هذا الأمر. نعم الدولة تكون هناك ورئيس الدولة يكون هناك والوزراء والصدر الأعظم والكتبة والأرشيفيون والمؤرخون يكونون في داخل القصر، إنها بيوت صغيرة. لو نظرنا حقيقة إلى تفاصيل مثلا طبقة السراي على سبيل المثال، بني على أنه بيت لفاتح السلطان، إلا أنه ألحقت فيه الوزارات وهناك عدم انسجام ربما في المعمارية، يعني هناك بعض الملحقات التي ضمت إليه بعد 400 سنة، فلا يوجد مثال له ربما في القصور الغربية، لا يوجد هناك ربما الازدياد أو المبالغة في الزخرفة أو المبالغة في البذخ في القصور.
السلاطين كانوا يعملون في شؤون الدولة ولا يهمهم هذه. سنتحدث عفوا أستاذ ياوز عن قضية الأفلام وأخذ المعلومات منها، ولكن سنستثمر وجود حضرتكم معنا لنسألكم العديد من الأسئلة هنا، وحبذا لو كانت يعني أسئلتنا كثيرة فاعذرنا لذلك، ولكن نستفيد من الوقت مع حضرتكم في هذا الجانب. أنت كمختص في هذا الجانب، كباحث، كمؤرشف، كمؤلف، عندما تنظر إلى القصور، الحكام جانب حياتهم الخاصة داخل القصور بقي بعيدا عن أنظار الناس، هل ترى أن الحكام السلاطين أبعدوا الناس عن هذا الجانب، أبعدوا الباحثين، أرادوا أن تكون حياتهم مغلقة، أم أنهم يعني سمحوا لهم بهذا الجانب؟ هناك سرية للحياة الخاصة لدى كل إنسان سواء كان سلطانا أو غير سلطان، فهناك السلطان الذي يدير دفة الحكم، وهناك أيضا أمور العائلة، وهناك قانون في الدولة العثمانية منذ زمن سليمان القانوني، يوجد هناك يعني يومين فقط كان يدخل فيها السلطان إلى منطقة الحرم، طبعا يستثنى من ذلك الزوجة والأولاد فقط، يعني لا يوجد مثلا على سبيل المثال يعني هم السلاطين لا يشاهدون أولادهم بشكل دائم، فهم يحاولون استغلال جميع الفرص من أجل رؤية الزوجة ورؤية الأولاد. طبعا السلطان له أيضا احتياجاته الشخصية، يريد برضه أحيانا أن يفرد بزوجته، أن يقضي حاجاته الخاصة، إلا أنه لم يكن الحرم يدخل منطقة الحرم إلا مرتين كل أسبوع، ولهذا كان تنظيم خاص. مثلا لم يكن يقال كما هو شائع في الأفلام أنه يقال للسفراء أو رؤساء الدولة انتظروا السلطان مشغول الآن في الحرم، لم يكن هذا الكلام واردا على الإطلاق. كان لا يمكن، لا يمكن أستاذ ياوز أن نأخذ بعض المعلومات التاريخية من خلال الأفلام والسيناريوهات، وحضرتك يعني كاتب سيناريو أيضا إضافة إلى جانبك العملي والعلمي، أليس كذلك؟ لابد من موقع علمي، لابد من أرشيف علمي لهذه الحقائق. صحيح في ذلك، الأفلام الهدف منها المتعة، ومن أجل أن تعرف بعض العناصر في الحياة الخاصة ربما يكون فيها بعض الأمور التي تدعو إلى الإثارة أو تدعو إلى العنف وإلى القتل، يعني هذا الأكشن الموجود في الأفلام. مثلا السلطان قانون سليمان على سبيل المثال، عندما استولى النظام كان سلطانا بإمكانه أن يثبت قوته واقتداره، وكان هؤلاء ناسا أكفاء، وكانوا يأخذون التعليم، وكانوا ذا يعني العبيد، عندما كانوا يدخلون إلى القصر كانوا يصبحون الرؤساء وزراء من كثرة التعليم الذي يتلقونه في القصر. وكذلك السلاطين، هناك بعض القادة الذين دخلوا القصر على أنهم مثلا حلقين أو نجارين، وخرجوا من القصر على أنهم قادة جيوش، فهناك تربية صارمة، وكذلك عامل المطبخ، وهكذا كان هناك نظام متبع في القصر. قبل أن نتجاوز هذه المسألة أود منك توضيحا منها، يعني حقيقة القصور السلاطين كان عندهم أبناء وكان عندهم بنات، وكانوا يؤهلونهم ليكونوا أمراء، ليتعلموا السياسة والفكر والثقافة وحسن المعاملة، أليس كذلك؟ نعم، إنه تعليم صارم للغاية، هذا التعليم يبدأ من سن السادسة، بل يولد التعليم معهم. يعني إذا هل كان هؤلاء ناس لم يعيشوا طفولتهم على الإطلاق، حتى كان يظن أو كنت أظن أو أحيانا أفكر، هل السلطان عندما يغلق بابه على نفسه هل يلعب؟ هناك الضرب حتى المبرح الذي كان يضرب بها السلطان، وكانوا يلزمون بمتابعة دروسهم. هناك بعد أن ينتهي من تعليم الأندرون، وبعد ذلك كان هناك التعليم أيضا العملي في الساحات في المعارك،
وكان يكون هناك والدته وأساتذته بجانبهم، وجميع أنواع المعارف كان يتلقى، سواء كان العلوم المعارف الدنيوية، التاريخ، الجغرافيا، كل العلوم كان لها أساتذة مختصون. هناك أيضا نظام معين داخل القصر، وإلى أن يصير إلى سانجاك باي كان هناك، وأيضا هناك كان أمر مهم للغاية في كان أيضا لهم علاقة بمشايخ الطرق، فإذا كان أصبح حاكما أو أصبح سلطانا من أجل ألا يظلم أو ألا يكون قلبه قاسيا، فيجب أن يوزن الإنسان بالعدل. فلذلك كان هناك القوة يجب أن تكون مضبوطة بالخوف من الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور كان يلعب فيها التصوف دورا رئيسيا، فلذلك خلف كل السلاطين العثمانيين كان يوجد هناك سلاطين الأرواح، يوجد هناك مشايخ خلفهم، الدعم المعنوي تعزز قيمة الوجود. الكثير من الشواهد التاريخية التي تؤكد هذا الأمر، بإمكاننا أن نقول إن إذا هناك سلطان الأرواح الذي يكون دائما وبجانب وخلف السلطان، مثلا فعندما نتحدث عن السلطان الفاتح نتحدث عن الشيخ آق شمس الدين وعن ملا كوراني، ونتحدث عن أبو الوفاء، وأيضا نتحدث عن المشايخ العظام الذين كانوا بصحبته. فبناء على هذه العلاقات المعنوية والروحية فإنهم يأتون بأخلاق حسنة، ويكون مثلا إذا تحدثنا عن القانون كذلك، وكل القوانين والقرارات كان يكون معها مصحوبة بأيضا بفتاوى واستشارات مشايخ الإسلام ومشايخ الفقه والعرفان. وبالتالي كان هناك اللغة العلمية واللغة أيضا العرفانية السائدة داخل العصر. نعم، التي تفرض احترام الإنسان، يعني عذرا للمقاطعة هنا. كان عندنا قبل فترة يعني تقرير مصور عن رسائل يعني تم عرضها مؤخرا ما بين السلطان حريم والسلطان سليمان القانوني، وكتابك الأخير يعني عن السلطان. نحن نتحدث عن قضايا إنسانية حقيقية، رسائل محبة، محبة الزوجية، نتحدث عن محبة حقيقية. البعض ينظر إلى حياة القصور على قسم الحريم فقط، يعني ينظرون إليه ولأنه كان مغلقا على الرجال، كانوا ينسجون أساطير كثيرة جدا، لكن حياة القصور كانت غنية، كانت غنية جدا بالحياة الثقافية والعلمية والسياسية، كانوا يعلمونهم الحياة الدبلوماسية أيضا، أليس كذلك أستاذنا؟ نعم، أنت فهمت الموضوع وحفظت درسك جيدا. أود أن أقول لك أن القانون القانوني عندما دخل التاريخ، دخل التاريخ من أعظم الأبواب. كان شاعرا، كان أديبا، كان من أكثر الشعراء الغزل في عصره ربما، وأشعاره وأدبه إذا نظر إليها بمنظار الأدب في ذلك الوقت فإننا نقول أن القانوني كان أكبر الشعراء في ذلك الوقت، شاعر من الطراز الأول، والسلطان كذلك. يعني إذا شاهدت الفيلم أو المسلسل فإنك تجد أن السلطان لا يستطيع أن يتلفظ الكثير من الأسماء، أما إذا نظرنا إلى الرسائل الحقيقية حقيقة فإننا ننظر إلى، نشاهد الآيات القرآنية، ونشاهد أيضا العلم والأدب موجودا في سائر التفاصيل الحياة. هناك هذه الأدعية، قيادة وأدب وفن وحياة وإنسان أيضا. أستاذ ياوز، يعني نستسمحك لدقيقتين فقط لنعرض على مشاهدين الأكارم حياة ربما كانت مخبوئة في حياة نساء القصور، قسم الحريم، وهذا التقرير المخصص لهذا الجانب. منذ القدم والكلام يكثر عن الحياة الاجتماعية العثمانية، إن المعلومات المتوفرة لدينا حول هذه الحياة خاصة منها التي داخل القصور العثمانية
ولا سيما حياة السيدات فيها تبقى قليلة جدا. النساء اللائي يعشن بالقصور لهن مكانة مرموقة داخل المجتمع، وقد اشتهرن بتشييد الأوقاف الخيرية وتأثيراتهن على الجانب السياسي أيضا. فيا ترى كيف كانت الحياة الخاصة بهن؟ الفتيات اللائي يتم قبولهن في القصر، يتم تدريبهن في دورات عديدة حسب توجهاتهن كالضيافة والموسيقى والخياطة والتطريز، وتتم تربيتهن على العادات والتقاليد العثمانية ليشكلن السكان الإناث للقصر بعد مدة. الحرم هو المكان المخصص لعيشهن، والدخول إلى هذا القسم ممنوع على الآخرين. الفتيات اللائي يتم إحضارهن إلى القصر، يتم تصنيفهن حسب درجة تعلمهن، وهذا التصنيف بالترتيب هو أجن وجارية وشاكيرت وأوسطا وجيدكلي. والفتيات اللاتي يلفتن نظر السلطان بخبرتهن وحسن ضيافتهن أو لتنوع مواهبهن يصبحن جوزدا أو إقبال بمعنى المفضلة، وهذه أعلى مرتبة لسيدات القصر. ولكن قليلات فقط يصلن إلى هذه المرتبة، وفي حال تزوج السلطان بإحدى أولئك الفتيات، وفي حال أصبح أحد أولادها سلطاناً، تلقب بوالدة السلطان. ووالدات السلاطين اللاتي تركن آثاراً عريقة في التاريخ يمثلن نموذجاً لهذا الوضع. أما السيدات اللاتي لم ترتقين إلى مستوى زوجة السلطان أو الأمير أو المفضلة، فبعد وصولهن إلى عمر معين يخرجن من القصر ويكملن حياتهن في المدينة مختلطات بالشعب، ويسمين المدنية. أولئك النسوة من اللاتي تلقين تربية في القصر ويعرفن كيفية التعامل مع الناس في المجتمع بشكل جيد، تمنحهن الدولة إمكانيات خاصة وتدفع لهن راتباً شهرياً، ويلقبن بسرايله أي القصريات. ويستخدم مصطلح سرايله باللغة التركية لمن تتلقى تربية ودروساً جيدة وتتقن التعامل مع الناس وتتميز بالخبرة. نعم مشاهدينا الأكارم، ضيفنا العزيز كاتب وكاتب ومؤلف وسيناريست، ولكن نطلب منه أن يسلط لنا الضوء على قضية إنسانية في حياة السلاطين، الشعر الذي كان متبادلا ما بين السلطان وزوجته. إن السلاطين هم أناس كما تحدثتم، ولهم مواطن ضعف، بإمكانهم أن يعشقوا. مثلا هناك الأشعار التي كتب يوسف السلطان سليم إلى السيدة حفصة، وأيضا القانوني عندما كتب للسيدة حرم، وأيضا يوجد أما الصور حقيقة كلها غير صحيحة، وهي صور استشراقية. مثلا عندما ننظر إلى هذه، يقول يتحدثون في أشعارهم عن الحب والمحبة بمشاعر مختلفة، ومن أشعار يعني شعر القانوني يعتبر من أهم الأشعار التي كانت في عصره. Saçı mağrım, kaşı yayım, gözü pür fitne bimarım. Ölürsem boynuna kanım, meded he namü selmanım. Teslim olmayanım, asi kızım diye. Ta seferden mektup yazıyor. هذه الأشعار التي كتبها من أسفاره من جزيرة رودوس إلى زوجته، والتي كتبها إلى السيدة هرم. فهذا
الكل يظن أن الدولة العثمانية كانت دولة السيف. لا، لم تكن كذلك. كانت دولة التواصل، دولة المحبة، دولة الإخاء والوئام. بالتأكيد هي حياة لا بد من تسليط الضوء عليها سياسيا وفكريا وأيضا إنسانيا. الأستاذ الكاتب والصحفي والإعلامي التركي يافوز بهادر أوغلو، نشكرك جدا على كونك معنا في برنامج الألوان السبعة، ونتمنى أن تكون ضيفا. تفضل. بجملة أخيرة أود أن أنهي الكلام. الآن القصر كان يوجد أغلى راتب، وأعلى راتب كان هو السلطان، وأعلى راتب كان والدة السلطان. ما شاء الله، هذه قضية يعني نرسلها للنساء أيضا للتقدير لمكانتهن. مشاهدين الأكارم، نتابع سويا بلا تعليق وحياة داخل القصور. يا أحباب، حتى نودعكم فلا تنسوا دعاء، لا تنسونا من دعوة صالحة المشاهدين الأكارم. انتهت جولتنا معكم لهذه الليلة، على أمل لقياكم مجددا. فريق العمل في أنقرة وفي إسطنبول يهديكم تحياته، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.